السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. الوصفة ديال اليوم إن شاء الله هي كيفية ترقة ديال الزيتون على الطريقة الإسبانية. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم جوج ديال الطرق، وفيديو آخر إن شاء الله غنوريكم جوج طرق أخرى ما درتهمش كاملين باش ما يجيش الفيديو طويل. هاد الوصفات يعني وصفة يعني سهلة جدا، ممكن يصاوبها اللي كيعرف يعني الطبخ واللي ما كيعرفش، لأن وصفة سهلة ما كتحتاج لا بزاف ديال الوقت ولا بزاف ديال يعني العناصر اللي غنديروها معاها، وكتخول لينا أن يكون عندنا دائما الزيتون في الدار بطريقة طبيعية بدون مواد حافظة، بدون مواد كيماوية، بدون أمور اللي كتضرب الصحة ديالنا، وكذلك يعني حاجة رخيصة في الثمن، ما كندفعوش فيها ثمن كبير، لان ملي كنشريو هاد الامور هذه من برا كندفعوا فيها يعني ثمن بزاف، وفي نفس الوقت صحيه بزاف على هذيك الشيء اللي كنشريو من الزنقه. خليكم معايا تشوفوا جميع المراحل اللي كيمر بها، هذه اللي هي مراحل قليله جدا يعني بسيطه. كناخذوا الزيتون اخضر يكون طري، كنغسلوه، كناخذوا واحد المهراز او حجره او اي شيء اللي ممكن اننا نضربوه به واحد ضربات، يعني نضربوا حبه الزيتون ضربات بسيطه باش كيتفتح غير اللحم ديالو، ما خصناش نوصلوا اننا نهرسوا العظم، وكنحطوه جانبا حتى كنساليو جميع الحبات اللي عندنا. مين كنكمل كميه الزيتون اللي عندنا كامله كنفتحها، كناخذ واحد القنينه ديال الزجاج، المهم انا خديت هذه، انتم ممكن تاخذوا يعني قنينه تكون اكبر في الحجم ولا اصغر، هذا كيرجع لكل واحد. كنوضع فيها القليل من الزيتون اللي فتحته، وكنوضع فيها الفوق الزيتون القليل من البابونج او ما يسمى بمانثانية، هاد العشبة اللي هي غنية عن التعريف صراحة، يعني كنستعملوها كنغليوها على شكل مثلا اتاي اللي كضرنا يعني البطن ديالنا او الاسترخاء، او كنديروها للاطفال ديالنا، يعني هي متعددة الاستعمالات لان الفوائد ديالها كثيرة بزاف. المهم كنوضع موراها القليل من الثوم، واحد جوج ديال الفصوص ديال الثوم، انا وضعت واحد لان الحجم ديالو كبير، وكنقطع بعض الدوائر ديال الزنجبيل. ممكن انكم تستغناو على الزنجبيل او الثوم لان الزيتون بوحدو غير مع هاد العشبه ديال المنثانية او البابونج هو يعني فريد من نوعه سبحان الله، كيجي بواحد الطريقه رائعه، الا انني زدت الزنجبيل والثوم لان الفوائد ديالهم كما كتعرفوا كبيره بزاف، وبالتالي باش الفائده تكون اكثر فانا ضفتهم، اللي ما بغاش يضيفهم ما يضيفهم. كنستمر بنفس الطريقة، كنعمر تقريبا الربع ديال القنينة ديال الزيتون، كنضيف ليها مرة أخرى البابونج منثانية، وكنضيف ليها كذلك واحد الفص ديال الثوم، القليل بعض الدوائر ديال الزنجبيل، وكنستمر بنفس الطريقة حتى كنعمر القنينة كاملة. من كنعمر القنينه كامله كناخذ واحد جوج ديال الكؤوس ديال الماء، وكنوضع فيهم واحد الملعقه ديال الملح كبيره، كنخلطهم مزيان مع الماء باش يذوب داك الملح، وكنضيفهم للقنينه الماء تقريبا جوج كيسان كبار على حسب الكميه ديال او يعني الحجم ديال القرعه القنينه اللي كنستعملوا، يعني ممكن تضيفوا جوج الى مثلا كما كتلاحظوا القنينه تكون فيها كتزاد كيلو الى كيلو ونصف ديال الزيتون، فكتحتاج داك يعني جوج كيسان حتى جوج كيسان ونصف. كمرحله اخيره كنوضعوا جوج الملاعق ديال زيت الزيتون الفوق يعني الماء، لان هو كيبقى فوق السطح ديال الماء، وبالتالي كيشكل واحد الغطاء باش كيمنع داك الطبقه اللي كتكون داك الطبقه البيضاء اللي كتخسر من الزيتون ديالنا او الحامض او اي شيء من هاد المخللات. ملي كنوضعوا هاد الطبقه ديال الزيت فهي كتمنع من التكاثر ولا من انه يتنتج داك الماده اللي كتخسر من الزيتون ديالنا.
حاجه ثانيه اللي كتحافظ لينا على يعني الزيتون ديالنا او المخللات ديالنا انهم ما يخسروش، كذلك ان يكون الغطاء ديال داك القنينه اللي كنستعملوا يكون محكم جيدا، ان يمنع الهواء ان يدخل داك القنينه، وبالتالي يعني كنحافظوا عليه مده طويله بزاف بلا ما يخسر لينا. ونمروا للطريقة الثانية، كذلك نفس الطريقة اللي حليت بها الزيتون نحل بها حتى لهذه الوصفة الثانية، هي أننا برفق يعني بلا ما نزدحوه بطريقة قوية كنضربوه ضربات خفيفة باش كيتفتح لنا اللحم كما سبقت وشرت سابقا. من كنسالم الكمية ديال الزيتون كنفتحو كامل، كناخذ واحد الكمية، هنايا أنا استعملت 5 ديال الحامضات في تقريبا كيلو ونصف ديال الزيتون. كنغسلوا هاد الحامضات جيدا وكنقشروهم، كنحتفظوا بالقشره ديالهم لان من بعد غادي نستعملوها ما كنضيعوهاش. كما كتلاحظوا معايا في الشاشه كنقشر الحبه ديال الليمون وكنفتحها من الداخل، كنزع عليها داك الحبات ديالها ولا البذور ولا العظومه ديالها، وكنزع عليها كذلك جميع الامور اللي الزائده اللي كنلقاها يعني زايده بحال داك القشره البيضاء اللي كتكون في الداخل او لا اي شيء يعني ما كنحتاجوش، كنحيدوا ليها وكنحطها في الخلاط الكهربائي. كنساليو الكمية ديالنا كنوضعها في الخلاط الكهربائي وكنطحنوها حتى كتولي سائل. اللي ما متوفرش على الخلاط الكهربائي فممكن انه يعني يعصر الماء بوحدو ديال الحامض ويدير هاد الطريقة هذه. انا استعملت يعني هاد الحامض كله، ما استعملتش غير الماء ديالو العصير ديالو لان الفائدة اللي فيه ما كنبغيش نضيعها، يعني كنبغي نستافد من جميع الفوائد اللي فيه. هنايا كنوضع واحد ملعقة ونصف ديال الملح، كنضيفها على داك يعني العصير ديال الحامض اللي طحنت، وكنضيف ليه واحد جوج تقريبا ديال الكؤوس ديال الماء، المهم الكميه اللي غتغطي ليا الزيتون ديالي. كناخذ واحد القنينه ديال الزجاج وكنوضع فيها واحد الكميه ديال الزيتون اللي فات ليا وفتحته معكم. بعد ذلك كنوضع كذلك بعض القشور ديال الحامض الليمون اللي فات ليا وحطيته جانبا اللي قشرته من الحامض، ما كنضيعوش يعني ما كنرميهش، كنستافد منه منها الفوائد الكثيره اللي كتكون فيه، وكذلك داك النكهه ديال المذاق اللي كيكونوا في داك زيوت الطياره اللي كيكونوا في القشر ديال الحامض. وكذلك ملي كنبغي نزين الاطباق ديالي مثلا ديال الدجاج محمر ولا السمك ولا اي كان يعني كنضيف ليهم داك القشره اللي كتكون مرقده، كتكون مرقده في الحامض كتكون رائعه، كتعطي نكهه وكتعطي منظر جميل للاطباق. يعني احنا خصنا ما نرميو حتى شي حاجه، جميع الامور اللي خلقها سيدي ربي ممكن اننا نستافدو منها بطريقه او باخرى، لان حتى شي حاجه ما دارتش غير هكاك، يعني اي حاجه خلقها الله سبحانه وتعالى فيها فوائد اللي خصنا نستافدو منها. كنعمر نصف القنينه ديال الزيتون، وكذلك عاوتاني كنوضع مره اخرى القشور ديال الحامض القليل من القشور، وتا كنسالي جميع الكميه الزيتون اللي عندي حتى كنعمر القرعه كامله. ونصيحة من عندي لجميع الأمهات أو الآباء، فواجب علينا أننا نحاول ما أمكن أننا يعني الأمور اللي سهلة اللي ممكن أننا نقدموها في البيت ديالنا ونوجدوها، فما ما فيش داعي يعني أننا نشريوها من برا، لأن الأمور اللي من برا إيه كيكون عندها منظر زوين وكيكون كتثير الانتباه وكتجلب الإنسان، ولكن ماشي أي حاجة كتشعل ولا كتضويرها كتكون ذهب.
هنا كتجي المرحلة أنني نضيف داك العصير ديال ما بين العصير ديال الحامض مخلط مع الماء مع داك الملعقة ونصف ديال الملح اللي ضفنا ليهم، وكنضيفهم فوق الزيتون حتى كيغطي ليا يعني الزيتون كامل. هذه الطريقة كنديروها في بلادنا، كيسموها الزيتون المحمض أو الزيتون المرقد في الحامض، يعني في أماكن أخرى كنرفقوه يعني بالدجاج، كنرفقوه بالسمك، كذلك في الفطور في الصباح كنوضعوا الزيت، وكنوضعوا جانبا واحد القليل من هذا الزيتون، كي يعني صراحة فين ما حطيتيه وما عايش ما حطيتيه كيكون زعما رائع صراحة الله. فكمرحلة أخيرة كنوضع كما سابقا، كنوضع جوج ملاعق ديال زيت الزيتون كطبقة أخيرة، باش كما سبق لي وقلت لكم أن ما كتشكلش داك الطبقة، يعني أي شيء هذا يعني عموما في جميع المخللات اللي كنستعملوا دائما نوضعوا داك جوج ملاعق ديال زيت الزيتون، كنوضعوها كطبقة أخيرة من الفوق باش كتمنع داك التشكل ديال داك الطبقة البيضاء اللي كتخسر لنا المخللات ديالنا. نتمنى ان هاد جوج الطرق اللي وريتكم ديال عمل يعني كيفاش نعملوا الزيتون تنال اعجابكم ان شاء الله، وتجربوها وما تعجزوش عليها لان ما فيهاش الخدمه بزاف، حاجه بسيطه ممكن يعني ديروها بسرعه في المنزل ديالكم وكيبقى لكم الزيتون طول العام بلا ما تشريو حتى شي حبه زيتون من برا. كذلك خالي، هذا هو اهم شيء من المواد اللي كتضر بالصحه ديالنا، ما فيهش السوده، ما فيهش مواد كيماويه، ما فيهش مواد حافظه، كتعرفوا شنو كديروا فيه، كتعرفوا شنو مناش يعني متكون. وهنا ما بقى لي إلا أنني نضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة قادمة مع طبق جديد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.